السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع سيكون عن حملات اعتقالات عشوائية تنفذها القوات الحكومية الشرطة في مناطق متفرقة من العراق، وكذلك نفتح ملف المغيبين والمفقودين قسرا الذين لا يعلم أحد مصيرهم من ذويهم، وكذلك مهما كانت المحاولات من منظمات دولية أو حتى من ذويهم لا أحد يستطيع الوصول إليهم، ولا حتى الحكومة تستطيع أن تخبر الناس أين هم. معظم هؤلاء باعترافات كثيرين مسؤولين ومنظمات هم يقعون تحت رحمة الميليشيات وتحت سطوة هذه الميليشيات، واعتقلوا وغيبوا على يد الميليشيات معظمهم، وهناك جزء كذلك على يد القوات الحكومية. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لمناقشة هذا الموضوع مع حضراتكم، ابقوا معنا. داعش، احنا طبقه ضعيفه ظلينا بالفلوجه، لا حد سال علينا، لا حد قال ايش محتاجين، والله شامرت كلاب هنا، اريد احد يسمع صوتنا، احنا مو جاعي لا على الطحين ولا على التمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت، ما يصير هيك، يعني احد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنبهن، احنا نريد ظلمنا المسؤول عليهن هادي العامري، تلقانا هادي العامري هناك سنع الزلم قال ساعه ويلحقونكم، ليه هسه؟ مواليد 2000 شنو ذنبه؟ عمي ولا سن بحلقه شنو ذنبه؟ 11 واحد اني من بيت انهجم بيتي اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقه ضعيفه ظلينا محصرين هناك بالفلوجه، تحمل الجوع والضيم، ما حد يصرف علينا، اني مو جوعان على الطحين ولا على التمن، تعالوا خذوه انطوني زلمي، زلمنا اريدهم اني. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن شنت القوات الحكومية حملات دهم وتفتيش عشوائية تعسفية كما وصفت في مناطق متفرقة من محافظات ذي قار، بابل وديالة، أسفرت عن اعتقال 80 شخصا. أكد مصدر أمني أن الشرطة اعتقلت 40 شخصا في مدينة الناصرية، 30 شخصا في مناطق متفرقة من مدينة الحلة في محافظة بابل، وكذلك اعتقلت 10 أشخاص بحجة الإرهاب في بعقوبة وجلولاء بمحافظة ديالة. وكذلك طبعا كما تشير المنظمات الدولية، كثير من المنظمات الدولية معذرة أن الاعتقالات تتم دون أوامر قضائية ودون مذكرات وبشكل عشوائي وبشكل لا له أو ليست له أي صلة قانونية أو أي ارتباط قانوني أو بشكل منظم، دائما تتم بهذه الطريقة تحت حجة الإرهاب من مناطق متفرقة. تظاهر سكان مدينة كركوك في محافظة التميم للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم المغيبين قسرا في سجون كردستان منذ 2003 وحتى عام 2017. أوضحت المصادر أن ذوي المغيبين تجمعوا قرب مبنى محافظة التميم في كركوك وطالبوا بإخلاء سبيل أبنائهم ما داموا معتقلين دون أوامر قضائية أو تقديم المعتقلين إلى المحاكم. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام بتقارير لمنظمة هيومان رايتس ووتش التي ذكرت أن هناك حملات اعتقال تمت وتغييب قسري تم على يد القوات الحكومية وعلى يد ميليشيات الحشد لأشخاص أغلبهم من السنة ومعظمهم أيضا من هذه المناطق، وكذلك هناك أطفال من ضمنهم، من ضمن هؤلاء المغيبين والمعتقلين. معنا أم مزهر من محافظة صلاح الدين، تفضلي. الو، تفضلي أم مزهر، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يمكن خابرتكم قبلها مرة وراح أخابركم هسه أنا مرة ثانية. إحنا على مود نريد ظلمنا، ولدنا وين؟ نعم، بالإمكان أم مزهر تحكي لنا تفاصيل أكثر عن وضعك؟ إحنا بمخيمات أصحابي. نعم. قاعدين. طبوا علينا احتراس السلام، أخذوا من عندنا 100 واحد. شو وقت؟ من هاي بال 2015. نعم. طبوا علينا واخذوا من عندنا الفيلم وخلوا بس النسوان، يعني احنا يعني ليش هيك ليش؟ يعني
يعني ماكو رحمة، صار لهم 4 سنين وهاي أصنام في عنوان راحوا. وإحنا هنا أنا بس شنو التهمة يا أم مزهر أن الطب ميليشيا سرايا السلام تأخذ زلمكم؟ طبوا عشوائي يعني بدون لا مخبر سري، طبوا عشوائي أخذوا العمر 2000 وهي قاعدة لك شايبة اللي جميدة الله وسيلة. نعم. طيب وين وين القوات الحكوميه يا ام مزهر؟ ليش ما تواصلتوا مع قوات حكوميه او مع جهات حكوميه؟ الميليشيا سرايا السلام ميليشيا. سرايا السلام ناحيه الاسحاقي. الاسحاقي تابع السرايا السلام. هي ناحيه الاسحاقي بها مركز وهاي، بس المركز ما له دخل، هم سرايا السلام لازمينها. سرايا السلام طب واخذوهم يعني الحكومه تدري بهم هم يمهم، بس ما يحجون. ما يحجون. الحكومة ما تحكي. إيه ما يحكون، ما حد يحكي. ليش برأيك ما يحكون وما يتدخلون؟ طبعا يخافون. خافون. خافون من سرايا السلام، ما سرايا السلام لازم الناحية، ناحية الحاقي. ما يقولوا لهم لعد هسه عن ولدنا وين؟ يجي بالمئة واحد، آلاف مؤلفة كلها من السنة. نعم. ليش ما تهتز شواربهم ذول أهل السنة بالبرلمان؟ طيب ما قدرتوا توصلون أو تتواصلون مع أبنائكم؟ يعني ما عرفتوا وين مكانهم؟ لك ما ندلهم وين ما وين، ميتين طيبين ما ندري بيهم. نعم. يا خلي يشوفون معاناتنا احنا، ليش هالشكل؟ ولدنا يعني ننطيهم هالشكل يعني هيك راحة وحرامات؟ يعني ماكو احد لهم؟ ام مزهر، الحكومة تقول اكو سياسيين، قلتي حضرتك سياسيين السنة، قالوا اكو مغيبين، بس شنو الفائدة؟ وين دورهم؟ تاب بس حكي، يقولون اكو مغيبين بس ما حد يتحرك. أتى حتى واحد سياسي هسه مثلنا يندل واحد من المغيبين؟ ما يندل. وحتى لو يندل يقدر يتدخل؟ ما حد يتدخل، والله ما حد، لا من الرئيس الكبير هسه أنا مو هسه عبد المهدي وغيره وغيره، والله ما يقدر يتدخلون شؤون الحشد. نعم نعم. من اللي يقدر هسه يروح على السجون السرية يطب عليها؟ أم مزهر كان الله بالعون، أنا أشكرك للمشاركة. نسمع رأي السيدة أم أنمار من محافظة صلاح الدين أيضا، تفضلي أم أنمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا. حياك الله أم أنمار، أهلا وسهلا. أهلا بك. أنا همين من صلاح الدين يعني اسمي. نعم. ابني اعتقلوا همين يعني باعتباره من الشارع. نعم. و 26 يوم 27 يوم أنا ما أعرف وين يعني مصيره إلا خابره. لقيته يعني ضاربي ببغداد. نعم. اي فاقل من 3 اشهر، اقل من 3 اشهر القاضي حكمه اعدام بدون اي، لا عنده مذكره القاء قبض ولا عنده شهود عليه ولا عليه مشتكي. وكلتوا له محامي ام انمار؟ وكلت لأربع محامين. ايش قال المحامي؟ ايش قال المحامي؟ ثلاثه باقوني. يعني قاعدوني على الحديدة. نعم. وهسه أنا لازم محامي على التمييز، يعني حتى ما أخذ يعني من عندي، بس قال شغلة ابنك شغلة كيدية، لأن جاب له أوراق يعني ابني ما مطلوب، وأني ما أخذت له تزكية من محافظة صلاح الدين. نعم. ابني كل شيء ما عنده. أم أنمار، تقولين إنه المشكلة أو الموضوع هي قضية كيدية، تبلي إذا صح التعبير. طيب منو اللي برأيك يقف خلف هذا الموضوع واللي دخل ابنك الى السجن وحكم عليه بالاعدام بهاي الطريقه؟ والله العظيم ماكو غير هي نفسها الضباط والبنت حكومه. شنو السبب؟ تقدرين توضحين لنا اكثر؟ ما ادري، انا والله العظيم يعني ما اعرف شنو السبب، يعني انا قاعده ببيتي لا طالعه ولا رايحه ولا جايه ولا لي شغله احد. والله العظيم على الزواج حاطه اخشاب اريد ازفها، الله يشهد علي. تريد زفة يعني يا خدوا يوم جمعة، هو كان يعني الخميس الجاي يريد يعني الزفة مالته. نعم. والله العظيم وطلع بس هين يعني من الشارع الحشد و26 يوم قال أنا ببغداد تعالوا علي. الحشد اللي أخذوه؟ إي وأخذوه وماكم موصيل، حتى يعني مفترين على جهاز صلاح الدين قال لهم احنا ما نستقبل هذا الشخص، لان هذا الشخص اصلا اسمه ما مطلوب لنا، وبالي بتهمة الارهاب 2018. يعني نعم. هسه هو من القاضي من باوع وهو متهم 2018، واحنا محررين من 2016 او 15. نعم.
نعم محررة، شلون احنا يعني نستند على هيك كتابة وماكو لا شهود ولا يعني مشتكي عليه ولا القاء قبض ولا شيء؟ يعني القاضي من قرى الدعوة يعني ما عرف هذه الاشياء كلها كذب؟ دور المحامي ما سوى شيء؟ والله هسه بيمشي بالتمييز ماله يقول بلكتو الله، يعني حتى مستغربين مو بس المحامي الان كمشته، هسه يا هالأقلة يقول لي انت يعني شنو فيلم هندي؟ شنو اقل من 3 أشهر يلحقهم ابنك اعدام؟ بابا ناس دايما بالسجون صار لها 8 سنوات و10 سنوات. نعم. ما حد متقلط وقايل لهم يعني انتم شنو؟ نعم. والله العظيم وقعدت على الحديده وهسه ناقلي للناصريه كل 4 أشهر يلا اشوفه مره. ما عدا هاي المصاريف ما عدا التعب اللي تعبه. يقدر يحكي لك لما تشوفيه او منمار يقدر يحكي لك عن وضعه لو يخاف يحكي؟ والله من قفى سيام يعني 3 طبقات من السيام معاكسيها ما يعني يقول لي بس مدي لي اصبعك هذا اصبعي الصغير مال ايدي يعني هيك شويه من عنده ماكو نص اكتس اصبع يا الله الطف يقول يوم على مود يعني بس اشتم ريشتش بس اريد ابوس اصبعك. لا اله الا الله. يعني لوين نصل بهذا الظلم؟ يعني الحكومه ليش ساكته على هذا الشيء؟ لا اله الا الله. شكرا منمر. ابو فاطمه من بغداد تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذي الله يحفظك. حياك الله ابو فاطمه. كان قبل فتره ان شاركت وياكم موضوع المعتقل اللي اخويا الصغير. نعم. مواليد 90. نعم. كان بالحشد يداوم. نعم. فتعرف انت جماعه الحشد تحب واحد يصير احسن من الثاني فهو سبع. اثناء سباعيته اكو عالم رادت تصعد على تصير احسن من عنده. اي لان هو منصب عامر فوج. نعم. اي استاذ فاكو جماعه تعرف تحفروا له ما ادري شنو سووا له رتبوا له دعاوي على ترتيب من ضباط ما اعرف شنو من المنطقه مساعدات قالوا ذبوه جوا. وين جوا؟ ذبوه سجن. اعرف وين يعني عندك علينا. عندك معلومه وين؟ اخذوه اللواء الثامن للشعبه الخامسه. نعم. اخذوه 2 شهر ما نعرف وين، كل ما ندز نريد نقدم طلب للقاضي يرفضه يقول تحقيق سري. تحقيق سري. تحقيق سري، يظل يسال 3 4 محامين، يا محامي نحطه يتهدد. المحامي يتهدد. المحامي يتهدد وهذا يعني بشهود وبدليل ويعني عنده تسجيل عنهم. نعم. تسجيل انه المحامي. من اللي يهدد المحامي يا ابو فاطمه؟ من اللي يقف خلفه؟ ينطرد من قبل القوات الامنيه. نعم. يعني القوات الامنيه اخر محاميه عندي حطيتها حطوا نفس براسها تحضر المستنفكات الاوراق كلها مال الطفل وداروا وجههم ومشوا قالوا لها اذا تمشين بي مرت ثانيه نكتلك. نعم. عرفت استاذ؟ يعني هذه القوات الامنيه شغلها اقوى من الميليشيات حتى بالتهديد. بالتهديد. نعم. عرفت استاذ؟ نعم. المهم ورا 2 شهر قالوا لنا خلاص فتحت مواجهته رحنا عليه منتهي قال ضربوني علقوني كسروا كتفي شدوا لي بلاتين وليت 10 أيام بالمستشفى كسروا لي هاي صابع راوانه صابعه كلها مسترة راوانه جسمه مزرف الزرف من نتل عرفت استاذ؟ نعم. اي شو صارت ما وصلت؟ قال حكموني. قلنا له شنو حكمك؟ بابا صار لك شهرين انت قال لي انا انحكمت حكموني اعدام. شنو التهمه؟ زين استاذ رحمة على والديك، اكو واحد ينحكم اعدام وما عنده ممشى كذي لمحامي؟ زين طيب. اكو واحد ينحكم اعدام على دعوه ما بها لا مشتكي، لا شاهد، لا مخبر سري، لا مشتكي، كل شيء ماكو. طيب القاضي اللي حكم عليه يا ابو فاطمه حكم عليه يعني تهمه الاعدام، شنو التهمه؟ يعني حكم عليه بالاعدام، شنو التهمه؟ القاضي هسه طلعنا على الامور، اخر شيء طلع القاضي عنده دعوه شخصيه وياه. شلون عفوا ما سمعت؟ القاضي اللي حكمه كانت عنده دعوه شخصيه وياه، مره من المرات رايح السامره وهو متعرض له بالطريق ما خاله يفوت نظام الهيام. نعم. عرفت استاذ؟ المهم عندي اخوي الكبير. نعم. اخوي الكبير ثبت براءته. ثبت براءته صوره وصوت وادله بيده. طيب. راح بالليل مثل هيك
راح ليقدم الادله الجماعه حتى الجماعه تصعد بها للمحكمه، قدم هاي براءه الولد انه لا قاتل ولا يهم الموضوع ولا الى شغله. طيب عرفت استاذ؟ سووا بحجه مشكله ما شنو حطوا بيه طلقه وكتلوه بمكانه. لا اله الا الله. والله العظيم وروح اخويا والشده الان بيها. عرفت استاذ؟ نعم. ابو فاطمه اني يعني كان الله بعونكم واشكرك للمشاركه. مآسي مشاهدينا الكرام ما نستمع إليه الآن هي مأساة حقيقية، قصص مأساوية هذه التي نسمعها الآن. ونستمر بالاستماع للسيد أبو ليث من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي قناتكم الفضائية الشريفة التي تنقل الخبر. حياك الله أبو ليث، أهلا وسهلا. اخويا احنا بالنسبه لنا اهل الموصل مظلومين، وبالذات اهل السنه ولدنا راحوا بدعوات كيديه. نعم. وعندك نقيب حتى السجن هذا عندك نقيب الشرطه نقيب سهيل شيت. نعم. نقيب سهيل شيت الراجدي هذا متخصص بتعذيب الاطفال، تعذيب يعني يتفنن بالتعذيب. هذا النقيب، هذا النقيب وين يشتغل؟ بيا جهاز مركز شرطه الرفاعي. نعم. هذا اختصاص تعذيب، واللي يعذبون وياه من غير طوائف ما نبي نذكرها. نعم. ليش يعني يعذب اطفال يا ابو ليث؟ ليش يعذب اطفال؟ شنو تهمه الاطفال؟ هذا التعذيب لازم تعترف بانك مبايع شهر 8 ساعات معلقه يقتل بيه وما اعترف، وراها صعد قال اقتلك لو تعترف. لازم تعترف بانك مبايع شهر وطفل صغير. نعم. ايه طيب يعني فوتوهم جوا الساعه جوا بالسجون اطفال ابرياء كل شيء ما عندهم من وراء هذا نقيب السيل. احنا بعض مرات نحكي على الحشد. المشكله يا ابو ليث اريد اقول لك، هل تواصلت ويا جهات حكوميه؟ اتراجع عن هذا السؤال لانه لم تنصف الحكومه حتى هذه اللحظه اي معتقل او ذوي معتقلين. ليس كلامي هذا باعتراف منظمات دوليه على راسها هيومن رايتس ووتش. طيب انا شلون اريد اسالك، يعني شلون تقدرون تحلون موضوع ابنكم؟ والله اخي ما يفيد. يعني الحكومه الاهل السنه اللي ويانا هم متواطئين وياهم. نعم. هسه عندك منطقتنا بادوش، فوق منطقه بادوش. الاخ هسه عبد البرلمان محمد نوري العبد ضربه. نعم. هو عامر حشد. المنطقه اللي لزمهم منطقه بادوش سلمهم للحشد. حشد الشيعة. نعم. وأولاد أهل السنة هسه مغيبين ما حد يعرف عنهم كل شيء. يعني هو حشد السني سلمهم لحشد الشيعي. والحكومة تتفرج. هذا في الحكومة برلماني. أقصد يعني رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة، هذا يشوف قواته وما تفعل والميليشيات اللي تابعة له وما تفعل ويتفرج. هو متواطئ، هو شنو هو؟ عادل عبد المهدي شنو هو؟ هم بالحشد هو وياهم، وهو ايران خلصته اداه، ايران نصبته. نعم. هو وياهم. احنا اي حل ما يصير لنا اذا ما منظمات دوليه تخلصنا، اللي ما حد يتابع شغلتنا. يعني مئات مئات الالاف هم شعب السجون وكلهم اهل السنه. أبو ليث أنا أشكرك للمشاركة، نتمنى صوتك يكون وصل واللي لديه القدرة أن يتدخل ولديه ضمير لا يزال حي. صوت أبو ليث وصوت أم أنمار وصوت أبو فاطمة وصوت أم مزهر ظهرت على الشاشة واستمع لها الكثيرون. أم قصي من بغداد تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ؟ حياك الله ام قصي، اهلا وسهلا.
احنا نشكركم على يعني توصيل صوتنا للعالم، ونشكركم على هاي القناة، وممنونين منكم. واجبنا ودورنا يا أم قصي، واجبنا هذا. تسلمون أخوي، تسلمون. تفضل يا أم قصي. والله يعني هم أمة الباقي الأمهات المعتقل. نعم. شنو قصتك يا أم قصي؟ حال الضيم حال. والله قصتي مثل قصة جميع الأمهات يعني. نعم. يعني حال الضيم حالهم. نعم. يعني لا يعني يعني حكمه مؤبد بدون يعني لا يعني دليل لا أي شيء أي شيء. زين؟ نعم. يعني نايم بالبيت وجو خذوه. منو اعتقله وشو وقت اعتقلوه؟ اعتقلوه بال 2017. منو اعتقله؟ اعتقلوه والله ما ادري هاي الشرطه الاتحاديه ما ادري شنو هاي تعرفهم ما هذول. وشنو التهمه؟ عندك علم ام قصي شنو التهمه؟ يعني تهمته يا اخويا شنو؟ تهمته 4 ارهاب. ارهاب. وشبع قتل وشبع ما ادري شنو وكلها اعترافات كذب بكذب. ويعني كل شيء هددوه يعني اذا ما توقع يعني هددوه بعرضه، قتلوه، كهربوه. لحد الان الساعه الثانيه مكسره. نعم. اذا انا ما يسمع بيها. زين احنا لمن نشكي؟ لمن نقول؟ نعم. طيب يعني اشكر رب العالمين. وكلتوا له محامي؟ تحركتوا له قانونيا؟ قانونيا؟ ايه وكلنا له يا اخي محامي، المحامي وقف كلمه ما يقدر يحكي يعني حكمه ولا كلمه المحامي ما حكى. يعني هو كل شيء كامل اصلا. زين يعني هو دافع عن نفسه، قال عذبوني قدام القاضي، قال قتلوني، قال هددوني. القاضي شنو رده؟ القاضي شنو رده لما المتهم ده يقول عذبوني واكو اثار تعذيب؟ اي والله اكو اثار تعذيب، اذا انا ما يسمع بيها اسنانه مكسره ورجله مكسوره. زين والقاضي حكم واخذ بالحكم واخذ بالتقرير المكتوب. عادي القاضي خطيه يعني هو حكم وهذا هو. والله يعني صحيح ابني حكى بس اصلا هو ما يسمعه. نعم. زين كل شيء يعني هو كامل. يعني المحامي ومحاميه واقفين اقول لهم انتم ليش ما حكيتوا؟ مش نحكي يعني يعني هو يعني اصلا كل شيء منتهي. زين؟ نعم. يعني اذا هو هسه عمره يعني موالي 97 يعني حكمه مؤبد، يعني ما خلينا محامين، ما خلينا يعني هي وين والله ما خلينا ما ركضنا بس بلا فايده والله يا اخويا. يعني كل العمل اللي قمتم به قانونيا اذا نقدر نقول اكو شيء قانوني بالعراق هو حتى هذا الموضوع هو فشل بمعالجه قضيه فشل البنت. فشل يا اخويا. يعني اقول لك المحامي يقول انا ما اقدر اسوي شيء، يعني المحامي ما حكى كل شيء، هو دافع عن نفسه، القاضي ما سمعه اصلا. نعم. زين. طيب. والله ايش اقول لك يا اخويا، البارحه والبارحه همين قالوا يعني محترقين ما ادري ايش مسوين ما اعرف من عاد يعني الاكل مدمرينهم بالاكل، بس انت حكمتوهم عوفوهم قاعدين حتى بعد الحكم يتعرضون لتعذيب ومعاناه وانتهاكات. ام قصي شكرا لك، كنت معنا من بغداد، وصل صوتك ان شاء الله. ام عمار من الموصل تفضلي. ام عمار، سيدة أم عمار هل تسمعينني؟ فقدنا الاتصال. نذكر مشاهدينا الكرام أن منظمة هيومان رايتس ووتش ذكرت أن السلطات الحكومية لم تستجب لأي طلب من الأسر أو من منظمة هيومان رايتس ووتش نفسها بشأن الأشخاص المغيبين قسريا. الحكومة لا تستجيب لمناشدات الناس، لمطالبات الناس، وحتى لمطالبات منظمة هيومان رايتس ووتش حول معرفة مصير المغيبين والمخفيين قسرا. الإخفاءات القسرية، هذه منظمة هيومان رايتس ووتش تقول الإخفاءات القسرية الموثقة تتم على يد مجموعات مسلحة ضمن ميليشيات الحشد التي تتبع رئيس الوزراء عند نقاط التفتيش أو من منازلهم في الشوارع، كما استمعتم إلى قصص المشاركين معنا والمتصلين.
السيدة أم عمار من الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخويا؟ أنا وسهلا أم عمار. والله أنا عندي أخويا مودينا لهاي الجيش، و قايلين عليها هاي محكوم عليها 20 سنة، والله لا شوش ولا سبب. كتبنا محامي 35 ورقة، أعطينا كل شيء ما سوت، حتى هسه ما يفتح علينا التليفون. نعم. والله راح يمها مواجع يبكي، والله يقول لا عندي شاهد طلع علي، يقول أخذت إفراج من موصل ودوني على بغداد، يقول سدوا عيوننا، قالوا تعالوا وقعوا تاخذوا هاي الإفراج، دفتر إفراج ما عرفتم، يقول وقعنا وطلعنا على القاري، قاري قال محكومين. يقول قلنا يا سيد القاضي احنا والله عندنا افراج، قال هذا هو حكمكم 20 سنة، يعني الله ما يقبل هاي؟ يعني والله يعني هاي شنو حكومة شنو هاي؟ نعم. ام عمار اريد اسالك، الجهة اللي اخذتها اعتقلتها واللي نقلتها من الموصل لبغداد هي قوات حكومية لو ميليشيات حشد؟ والله جيش، كان جيش من 2017 ما اخذين. نعم. اي حرر جانب الايمن، جانب الايسر حرر، من جانب الايسر اخذوها لهسه. رحت والله كان يبكي، والله يقول ما عندي كل شيء، والله يحلف يقول ما عندي كل شيء، ليش ما نعرف. والدليل انه مثل ما تفضلتي انه طلع له افراج بالموصل. اي والله يقول اخذت افراج، ويقول اني وصام وياي كم واحد، يقول رحنا على بغداد، البغداد طلعنا على المحكمة، ولا يقول ولا كان طلعنا على المحكمة، يقول بالليل اجوا وسدوا عيوننا، قالوا تعال وقعوا، هذا هو طلعون على القاضي على المحكمة، تاخذون افراج مالكم، يقول احنا هم طلعنا، يقول قالوا لنا محكومين 20 سنة، يقول قمنا حكينا قلنا يا سيد القاضي والله احنا عندنا افراج من الموصل، ليش هيجي؟ قال هذا هو، يقول سيد القاضي دوا. عن شنو هذا ما نعرف. نعم. نعم. أم عمار شكرا للمشاركة وكان الله بالعون. ونقرأ رسالة سريعة لأحد المشاركين يقول: أريد أخاطب المرجعية، هل تعلم المرجعية ماذا فعل الحشد من قتل تحت راية الحسين وسرقة ممتلكات الناس وجعلها غنائم وتغييب آلاف الأبرياء؟ يقول: ليش الإنسان بالعراق رخيص؟ ما يشوفون بالخارج الحيوانات تكرم حقوق وحريات أكثر من الإنسان بالعراق، ولكم يا شعب، ولكم يا شعب شوكة تعيدون كرامتكم وتخلون الوطن مرجعيتكم. يقول: أخي يعني ما ظل ناموس ولا شرف لتجار الدين الذين خلقوا الفتنة الطائفية، كيف ينامون ويدعون أنهم إسلام ويرون الأيتام والأرامل تصرخ والأبرياء بالسجون؟ والله حوبة هؤلاء المظلومين برقبتهم إلى يوم الدين. معنا سيد صلاح من ذي قار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أخويا ناشدكم من قناتكم الكريمة، عندنا أولادنا تقريبا بالألف بسم الله ضاعوا بسباكر، ما كنت تعلونا حسب قناتكم الشريفة الموقرة، يعني احنا ناشدكم ولدنا راحة، وشي يقولون عند البعجيل، شي يقولون عند البناصير، شي يقولون يعني عند أخواننا اسمه. نعم. بكت تسألنا من احكي لي أكثر تفاصيل ولدكم يا صلاح. ولدنا بسباكر. وين؟ عفوا صوت يقطع. بسبايكر. نعم. اي والله 4000 بسبايكر، هاي راحت بس من عندنا من ولدنا بس من الناصريه 1000، واحنا هم اخواننا بس سبايكر متهم بها نور المالكي. يعني يا صلاح خطبهم يا اللي خذاهم. صلاح، سبايكر متهم بها نور المالكي. نعم. رئيس الوزراء الأسبق آنذاك. نور المالكي غير شيعي. كان نور المالكي غير شيعي. شلون عفوا؟ كان نبح نور المالكي لو البعجيل والبناصر. آساد. صلاح مدى أفهم عليك بالضبط، إيش دا تقول؟ أقول لك نور المالكي غير شيعي، كان نبحهم. اي طيب، وهو هو المسؤول عن 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 مفقودي سبايكر وما حدث لهم باعتباره القائد العام للقوات المسلحه، وهذا امر مثبت يعني. لا اخوي، ذبحوه كريت وصلاح الدين ورجعوا عليهم هم واخوانهم الدواعش، واجى تنظيم مساكه والمسؤول عنهم اسامه النجيفي واثيل النجيفي، وهم طببوا داعش وهم الانهوا الشيعه والسنه.
و500. طيب انا اريد اسالك يا سيد صلاح، حضرتك تسال على ولدك وابنائك، احنا نسال نقول وين دور الحكومه اللي المفروض تحمي حياه الناس وتحافظ عليها؟ المفروض لما قائد عام قوات مسلحه وعند هاي الجيوش وعند هاي القوات وتحدث هذه المجازر وترتكب في هذا البلد اللي يقوده، وين دوره؟ وين دور قواته؟ ليش ما تحرك؟ ليش ما رجع حقوق الناس؟ ليش ده نسمع هسه قصص مآسي يا صلاح عن مفقودين ومغيبين، عوائل تقول الجيش والحشد ياخذون ولدنا يعذبوهم يخلوهم يعترفون حتى يدخلون للقاعة مال المحكمة ياخذون اعدام مباشرة؟ وين الحكومة اللي تسمح بكل هذا الشيء؟ لا ما بخصك، ما بخصك، قاضي قاسم بالقرآن يعني ما يحكم إلا بالعدل، يعني يحكم إنسان بريء يحكمه بالإعدام أو حكمه مؤبد، يصير هذا الحكي؟ أنت سمعت كلم دواعش، أنت الله شاهد كلم دواعش. يا صلاح يا صلاح 30 40 واحد يا صلاح صلاح حضرتك لا تسمع كلامي، لا تسمع كلامي ولا تسمع الكلام من القناة، اسمع كلام منظمات دولية حقوقية تقول لجنة دولية للمفقودين تقول عدد المفقودين والمغيبين قسريا في العراق يتراوح من 250 ألف إلى مليون. بس اسمح لي اسمح لي اسمح لي، لما يطلع سياسي بالبرلمان يقول بالعراق عندنا 12 ألف مغيب، سياسي بالبرلمان يقول عندنا 12 ألف مغيب، ولما نسمع أنه عندنا بالعراق احنا عندنا أعلى عدد من المفقودين والمغيبين بالعالم، هذا باعتراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يا كلهم دواعش يا صلاح، خليك حقاني. الناس اللي تتصل وتحكي قصص ولدها معقولة كلهم دواعش؟ طيب الناس اللي أبنائهم اعتقلوا بعد ما أعلن حيدر العبادي التحرير وانتصاره على داعش، ليش اعتقلتهم القوات الحكومية بتهمة الإرهاب؟ صلاح فقدنا الاتصال. صلاح يقول انه كل الموجودين هسه واللي يحكمهم القاضي اعدام هم دواعش. طيب احنا الناس اللي دا تتصل بينا ودا تتكلم عن معاناة ابنائهم والاعترافات التي تؤخذ منهم تحت التعذيب، ولا يخفى على احد ماذا يحدث في سجون ومعتقلات العراق، وهذا الموضوع وثق دوليا عن طريق منظمات دولية حقوقية تعنى بهذه القضية وتعنى بقضية ماذا يحدث في السجون العراقية من تعذيب وانتهاكات، خليك يا صلاح في مكان واحد من هؤلاء وتعرض إلى عشر ما يتعرض له من تعذيب وصعق بالكهرباء وبالعصي وغيرها من وسائل تعذيب قاسية يتعرض لها المعتقلون، وستأتي ورقة أمامك تقول بأنك إرهابي، ستوقع على هذه الورقة أم لا يا صلاح؟ حضرتك وغيرك من اللي يسمعون هذه القصص ويشاهدوها بعينهم، إذا كنت تشاهد هيك مواضيع حكم عقلك يا صلاح. العراق ليس جنة، العراق مصنف على أنه واحد من أخطر بلدان العالم ويصنف ثالث دولة حول العالم تنفذ فيها أحكام إعدام، ولديه أعلى نسبة للمفقودين والمغيبين قسريا باعترافات دولية، وصنف القضاء العراقي بتصنيف الأمم المتحدة على أنه قضاء فاسد، وصنف القضاء على عن طريق منظمة Human Rights Watch بأنه قضاء محطم. كيف لهذا القضاء أن يحكم بالعدل يا صلاح؟ معنا ابو جعفر تفضل. وعليكم جعفر اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو جعفر من مدينه الصدر بغداد الرشيد ان شاء الله. حياك الله ابو جعفر. الله يسلمك، تحياتي لك والقناه وللاخوه العاملين في القناه الرافدين بطل المناضله. حياك الله، كل الهلا. ابو جعفر الحبيب الله بخير. بالنسبه للاخوه السنه اخوتنا مظلومين. نعم. من السماء إلى الأرض يشهد الله ورسوله قد ما كان النظام البائد يقولون عظالم الشيعة. نعم. عيب أحكي بهاللغة مع السنة والشيعة. نعم. لكن يشهد الله لا يأتي مظلومية أخواننا السنة بمقدار ذرة لا ترى في العين المجردة مقابل هؤلاء الميليشيات وهاي الدولة اللي يقولون عليها شيعية الموالية لإيران. نعم. وقسما بذات الله ألف ليلة وليلة، كتاب ألف ليلة وليلة، ما يجي ذرة من معاناة إخواننا السنة في الغربية وفي الموصل. ومع احترامات الأخ صلاح ده يقول كله دواعش، لا عيب هذا الحكي حبيبي. يعني أبو جعفر صلاح وكأنه ما عايش بالعراق لما يقول أنه القاضي اللي بالعراق لما يحكم على شخص يحكم لأنه قاضي عادل ويحكم على متهم بالإرهاب فهو إرهابي. حضرتك دا تشوف بالعراق وتسمع قصص، هل القضاء العراقي الآن مؤهل لأنه يكون قضاء عادل؟
هل يمكن أن يطلق على هذا القضاء بالعراق أنه قضاء عادل؟ قسما بذات الله يا أخي يا أبو جاسم، أقسم لك قسما بذات الله ودعاة أطفالي، نعم. هاي الرواية صحيحية. أنا راح أسولف لك سادة. يوما من الأيام جاني خبر أحد الأحزاب الإخواننا السنة في ديالة، نعم. شوف أحد اللي هو أمين الحزب هذا وما أريد ذكره منه، نعم. خطفوا أولاد عمه ثلاثة من دياله، جابوهم إلى منطقة يسمونها التاجي، نعم. يشهد الله ورسوله وقعوا بيد الدولة، خلال 24 ساعة فرج عنهم، ومع احترامات من الشيعة الميليشيا، ميليشيا الشيعة اللي من إخواننا أقول لك من الجنوب، نعم. والله وبالله وتالله خلال 24 ساعة فرج عنهم هؤلاء 7 أشخاص اللي هم خطفوهم، اللي تقاموا بالخطف العفو، خطف أحد رئيس حزب من إخواننا السنة في دياله، خطفوا 3 من أولاد عمه شق النشاط، يشهد الله ورسوله أنا شخصيا بحظي وبخطي، لأنه عندهم واسطة وعندهم دعم. لا خلنا نخذ بك أبو جاسم حبيبي، لا واسطة ولا هذا، مجرد تليفون، يشهد الله، لا قاضي، لا تقول له قضاة أبو جاسم حبيبي، نعم. احترامات لأخويا صلاح وغير صلاح باوع، نعم. يشهد الله ورسوله، مجرد من أحد أحزاب الشيعية اللي تابع لإيران الميليشيا، نعم. تابر على القضاة وهذه وحرقوا التايلات مالتهم وطلعوهم خلال 24 ساعة، يشهد الله ورسوله. والحين قبل 8 أيام أو 9 في أحد مجالس الإمام الحسين عليه السلام شفت هم هذول الأشخاص، شفتهم أنا، شفت يشهد الله. فما باوع قبل يقولون الزمن الطاغية وكذا، والله العلي العظيم صدام حسين والبعث يشرف هاي الحكومة، مو الحكومة أبو الحكومة. أبو جعفر، الناس اللي تقول انه احنا قاعدين في بلد ديمقراطي وبلد يؤمن بالحريات، وين الناس دولة لما يسمعون هاي القصص يسدون اذانهم؟ يعني يغلسون على هذه المواضيع اللي يتكلمون بها الناس عن معاناة، تقول لك نساء تتصل بينا تبكي من المعاناة وتقول انه اخذوا ابني، لا مذكرة قبض، لا امر اعتقال، بلا تهمة، في منطقة محررة تقول الحكومة من داعش، اتهموه بالإرهاب وحاطيه بالسجن وما يعرفون مصيره. العفو أبو جاسم، يعني هي ترى مثل ما يقولون صور، هي تشهد هذه الصور اللي هي قاعدة تصوروها، عفوا تعرضوها على الشاشة. يا أخي يا أبو جاسم حبيبي، باو أموالهم راحت، نعم. والنوبة فوقها 56، مع احتراماتي عيب أحكي بهذا الموضوع على فضائياتكم، 56 خطية مساكين، يقول لي طيني دفترين وراح أقول لك بإذنك وين، وراح أفرج عنه، وراح أطلع لكم، وكله كذب، وحلبوا الناس الأخوة، والله لا خلوا أملاك، لا خلوا مزارع، لا خلوا سيارات، لا خلوا فلوس، كلها يا أخي حلبوهم، ليش شنو ذنبهم؟ أبو جعفر، أنا أشكرك، كنت معنا من مدينة الصدر، شكرا للمشاركة. معنا السيد أبو مرتضى من السماوة، تفضل أبو مرتضى. يو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك أنت صح مظلومية وكذا وهذه، نعم. زين، ليش الجيش قبل ما تسمون الجيش المالكي؟ طيب أسمع، الجيش كم ما سميته الجيش المالكي؟ طيب أي، وبعدين ما سميته هذا الجيش صفوي، ما سميته الجيش الشيعة، أشكال الإنسان ما سمينا، إحنا هاي التسميات إحنا ما سمينا، سمينا الجيش المالكي وقتها فقط. ما حبتوا العباد نازفة، ما حرفتوا حتى كل شيء. طيب أنت اليوم تعرف الموضوع يا أبو مرتضى؟ تعرف موضوع الحلقة؟ زين جماعة السبايكر وين صاروا؟ ليش ما تحكون جماعة السبايكر؟ ليش ما تسأل الحكومة يا أبو مرتضى؟ مو الحكومة المفروض هي القائمة بالدولة، ولا هي المفروض ترجع للناس حقها؟ الحكومة مو أثير اللي جاي في بيها، مو أسامة اللي جاي في بيها، مو صالح اللي بطلق، ومو بيها بس، اسمح لي يا أبو مرتضى، ومو بيها أيضا مسؤولين، عفك من ذولا، أنت تقول ذولا مجرمين وإرهابيين، مو عندك بيها مسؤولين المفروض أنت تشوفهم إن هم عادلين؟ ليش ما تروح تقولهم وين مصير أبنائنا؟ ليش ما تروح تقولهم وين مصير الناس المغيبة والمعتقلة؟ ترى مو بس سبايكر، أكو غير سبايكر أبرياء عراقيين أخوتك من محافظات أخرى، حتى هاي اللحظة أهلهم ما يعرفون وينهم، ليش ما تروح تسأل عنهم عند الحكومة يا أبو مرتضى؟ لولاك جاهدة وعلى الشيعة. شلون؟ جاهدة وعلى الشيعة، جاهدة الصفوية على الإيرانية، إحنا يسمونها إيرانية. طيب والاطفال يا ابو مرتضى، الاطفال اللي بالمعتقلات هذول شنو وضعهم؟ والنسوان اللي بالمعتقلات ابو مرتضى، هم قاتله وجاهدوا؟ ايه جاهدوا، ولا غيرهم. شكرا ابو مرتضى، شكرا المشاركه.
سيد سلمان من بريطانيا، تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخي يعني اترحم على الشهداء اللي يخطفون قصريا. نعم. وغيابي. بس اقدر اقول عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي ليش بدا يتحرك؟ ليش بدا يحرك ساكن؟ ليش بدا يتدخل؟ نعم. على الحشد الشعبية، على الميليشيات، ليش ساكت؟ خايف منهم؟ هذا بس اللي اعرفه. بس انا ايش اقول؟ نعم. العراق لو يثورون ثوره عارمه يخلصون من هذا، من هذول الطغمه الفاسده. نعم. هاي اللي أرد بس ليش الشعب العراقي ساكت؟ ليش ما يحلوها؟ يسوون استمعت الى سيد سلمان، استمعت الى كلام ابو مرتضى من السماوات. ليش ايران تدخل عادل عبد المهدي ساكت؟ سيد سلمان ليش؟ استمعت الى كلام سيد ابو مرتضى من السماوه. سيد ابو مرتضى من السماوه يقول انه ذولا كلهم كانوا يقولون الشيعة والصفويين واتباع ايران وكانوا يقاتلونه، والنسوان والنساء والاطفال اللي بالسجون والمعتقلات ذولا كانوا يقاتلونه، والابرياء اللي معتقلين حاليا ومغيبين قسريا ذولا كانوا يقاتلونه فيستاهلون. باختصار شديد يعني اختصرها سيد ابو مرتضى، ونفى فكرة أن هناك في العراق قضاء موصوف عالميا أنه قضاء فاسد وبلد محطم وسجون ومعتقلات فيها تعذيب وميليشيات. هذه الأصوات أين هي من حقيقة ما يحدث في العراق يا سيد سلمان؟ هذا كله اللي يقول عليه مرتضى مستحيل. هذول هم هاي حركة إيران قضاء السنة بالعراق، يلدون يحولون العراق دولة فارسية. ثق بالله، يردون حولوها دولة فارسية، وهذول هذا قدامي هذول بالسجون كلهم نهايتهم القتل، ذبح جو بسد ما يطلعون، بس يردون يمحون السنة من العراق. كل ما هنالك بالأمر المفروض ثورة يصير بالعراق ثورة. ومن يثورها سوينهم السنة راحوا يومية سبعمية مقتولين. حرام، المفروض نتخلص من هذول الفرس. وعاد زين ليش دائما رئيس وزراء شيعي، رئيس وزراء شيعي، رئيس جمهوريه سني، رئيس على وزير الداخليه شيعي. نعم. سيد سلمان اشكرك لضيق الوقت، اعتذر منك. أم أزهار من بغداد. أم أزهار حياك الله، باختصار اذا امكن. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حييك وحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. انا بس ارد على هذا الشخص اللي خابر من الخارج يقول ليش عبد المهدي ما يتدخل رئيس. نعم. الوزراء هو ليش منين هو رئيس الوزراء؟ انتخب سليماني وإيران هي سليماني وهذا المهندس وكل أهل إيران هو إيراني مثلهم. نعم. شلون يدافع عن هذول المظلومين؟ ما حد يدافع عن هذول المظلومين. اما ذاك الشخص اللي يحكي على 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 انه الشيعة يقول هم يعني اذيهم هالحكومه ما اعرف شنو، هنا اكو عقول مو ناضجه، ما تعرف تحكي، ما يعرفون يصرفون. وهنا اذا تريد تنظر ان احنا كمستوى العراقيين هسه المستوى اللي كان العالي هسه مستواهم العقلي نزل الى انصى الحدود ثقافي. طيب. نهائيا شعبنا ما عنده مستوى ثقافي. لا يجوز الإجماع. أم أزهار أنا أشكرك، أعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. آخر المتصلين السيدة أم أحمد من الناصرية. ألو. أم أحمد تفضلي. ألو، سلام. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام. شلونك أستاذ؟ حياك الله. أحييك وأحيي قناتك الكريمة. أهلا وسهلا. اللي يحصل بالوقت الحاضر المفروض الحكومة العراقية تستفاد من أخطاء النظام السابق. طيب. النظام السابق كان أكو انعدام ما بين الحكومة أو حكومة صدام وما بين الشيعة، لذلك الشيعة التجأوا إلى المعارضة. وكانت المعارضة أما بالسلاح أو باليد أو باللسان أو بالقلب، وهذا أضعف الإيمان. طيب. الآن الحكومة لسبب الناس بالسنة تفضوا على الحكومة هو عدم وجود ثقة ما بين أو صلة ما بين الحكومة والشعب. اللي يحدث الآن للمغيبين حقهم، وهذا يعني من حقهم يصرفون، لأن هذا ظلم ما حد شافه الشيعة بأحداث 91.
لما اجوا الجيش. ام احمد، ام احمد باختصار لان الوقت ضيق، اريد اسال حضرتك، تقولين الفقدة والثقة، هذا هذا الكلام ليس بيوم ويومين، صار العراقيين فاقدين الثقة بالحكومة، شيعة وسنة ومن الشمال ومن الجنوب فاقدين ثقة بهاي الحكومة، صار لهم 16 سنة. هذه الحكومة هل يمكن أن تقدم غير هذا اللي تقدمه؟ عندها بعد شيء تقدمه؟ يعني ألم يكفي الوعود التي أعطتها للعراقيين في كل انتخابات؟ حكومة كاذبة، حكومة يعني عايشة على معاناة وجرح العراقيين سواء كانوا شيعة أو سنة. خلي أكمل لك أخي، بال91 اجى الجيش أخذ شبابنا بحجة الانتفاضة الشعبانية، أخذ الناس المظلومين والناس اللي شاركوا، أكثرهم خلينا نقول طلعوا المظلومين، انعدموا، ما لقيت الناس لهم أي أسماء أو حتى اليوم دي يصير نفس الشيء. رأيت شنو باختصار؟ اليوم جاي لك إلا بعد 2003 يلا الناس عرفت إنه أولادها ماتت. هسه ذول المغيبين المفروض الحكومة يعني تستفاد من الأخطاء السابقة. طيب. المفروض الإنسان اللي هو إرهابي. نعم. أم أحمد. ويكون أكو شهود إلي، والإنسان البريء المظلوم يطلع، ليش باقي بالسجن؟ أو على الأقل أنتوا أهلك قلوا لابنكم كتلنا. طيب برأيك باختصار بـ30 ثانية أم أحمد، اللي دا يصير بالعراق حاليا اعتقالات بدون أوامر قضائية وأحكام إعدام تعطى لأشخاص أبرياء بدون تهم، شنو تقولين وشون توصفين هذا اللي دا يصير بالقضاء وبالمحاكمات بالعراق؟ إحنا العفو باختصار. أخي إحنا نحكي أو نقول نظام صدام ظالم وديكتاتوري، إحنا نقيس نعيد نفس المعاناة بس أكسناها ما بين الشيعة والسنة. شكرا أحمد، وضحت، أعتذر منك، الوقت انتهى. مشاهدينا الكرام، استمعتم إلى حديث الناس عن قضاياهم ومشاكلهم، واستمعتم إلى قصص مؤلمة للغاية لمعتقلين، ذوي معتقلين دخل أبنائهم للمعتقلات والسجون وغيب الكثير منهم ويعرضون على المحاكم وعلى القضاة بشكل تعسفي بعد تعذيب وبعد انتهاكات يتعرضون لها، ويوقعون على اعترافات بعد التعذيب وتحت التعذيب، اعترافات تقول بأنهم إرهابيون وقاموا بعمليات وغيره من هذه القضايا، ويحكم عليهم سنوات طويلة أو إعدام في كثير من الأحيان. هذا ما يحدث في العراق. بالنسبة للأخوة اللي اتصلوا بينا وحاولوا يحرفون مسار الحلقة قدر المستطاع بأفكارهم، يعني هي وجهات نظر في النهاية، لكن نقول لهم انظروا إلى الصورة الأوسع للعراقيين، انظروا إلى معاناة الناس، دعونا من قضية شيعة والسنة لأنها قضية صارت قديمة واعتاشت عليها الميليشيات والحكومات التي تعاقبت على الاحتلال فترة من الزمن، لا تعيدوا هذا المسلسل مرة أخرى إلى العراق، لأن العراقيين الآن كلهم يعانون في الجنوب وفي الشمال، الشيعي والسني يعاني من بطش ميليشيات ويعاني من فساد حكومة، لا تنظروا إلى هذه القضية وتعيدوا إحيائها من جديد، لأنها قضية يجب أن تكون ميتة في هذا البلد بعد المعاناة التي طالت الجميع. في النهاية مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.